هذه قصيدة رائية في مدح المريمات لأبي ميمونة قدس تحفظه الله. الحمد لله حمدا لا يطاوله، حمد الخلائق في بدر وفي حضر، صلى الإله على المختار سيدنا وآله من لهم يمشي على أثاري. يا مريم خيرة النسوان في الحسن، أراك شمسا بين النجم كالدرار، ويا لها صفات منها تزعزعنا، نور على ظلام في الليل كالقمر. قد فاز من وجدوا بدرا يؤانسهم، ليلا نهارا طوال اليوم في الفخر. كفاك فضلا بأن الله قد ذكر لك الفضائل في القرآن في السور. من لم تكن مريم في البيت تؤلفه، إياك إياك لا تمشي على خطري. يا مريم خير زوجات بلا جدال، رجل بلا مريم يمشي على غرار. ومريم وجهها في الليل يشرقها، إذا نظرت إليها أنت في السرور. يا مريم فقط النسوان قاطبة في الحسن والوجه والآداب في النظر. فإن وضعت جمال الناس في خفة، جمال مريم فاق الجمع باليسور. أغدو وأمثلة الأقطار مكتئبا، لنيل مريم خير الناس في الحضار. أغدو وأمثلة الأقطار مكتئبا، لنيل مريم خير الناس في الحضار. إن لم تكن زوجة مريم فسمي بها بنتا تشابهها في الخلق والظهر. زوجات أربع لا يعدلن مريمنا، فحسن منظرها يعمي ذوي البصر. جمالها عند كل الناس متفق، لا يشتكى طولها منها ومن قصر. يا من تحاذينا أبناء الجيل من قدام على الشريع بلا خوف ولا ضرر، اسأل باقي كلمة تختار مريم من بين النساء لما فيها من السرار. أستاذ يوسف لا تخفى مواقفه لدى الجميع لما فيها من الخيار. يا صاحي مريم امسكها على عجل، لقد ظفرت برب اللوح والقدر. الله يرعاك من عين ومن حسد، لك المحاسن عند الناس في الخبر. الله يرعاك من عين ومن حسد، لك المحاسن عند الناس في الخبر.
تم تسجيل هذه القصيدة في مركز التوحيد بيونة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.